محطة القطارات الرئيسية في ميونخ قبل 6 سنوات شهدت أحداثاً جسيمة. عشرات الآلاف من اللاجئين تدفقوا على ألمانيا عبر هذه المحطة فارين من جحيم الحرب في سوريا ودول أخرى. وعلى خلاف دول أوروبية عديدة، قررت المستشارة الألمانية آنذاك أنجلا ميركل استقبال 1 مليون لاجئ على الأراضي الألمانية، قرار كان له في السنوات التالية تداعيات عديدة طالت جوانب مختلفة سياسية واجتماعية. اتخذت ميركل موقفا سياسيا قويا وغير مألوف، حظي هذا الموقف بتأييد كبير في ألمانيا، لكن كثيرين أيضا خاصة من اليمين بدأوا الهجوم عليها، واستمر هذا الأمر حتى الآن، وبدأت أحزاب جديدة تظهر، وقد بلغت نسبة تأييدها حاليا نحو 12%. وبصرف النظر عن حسابات الانتخابات وحصد أصوات الناخبين، يبقى أثر قرار ميركل المتعلق باستقبال اللاجئين قراراً تاريخياً، وسيبقى عالقاً بذاكرة المواطنين الألمان، ليس فقط لأنه قرار مهم من الناحية الإنسانية، ولكن لأنه عاد بالفائدة على ألمانيا أيضاً. واجبنا أن نكون أكثر انفتاحاً وتقبلاً للآخرين. أعرف شخصياً كثيرين كانوا من اللاجئين ولكنهم انخرطوا في المجتمع الألماني وباتوا مفيدين للبلاد. أعتقد أنها اتخذت القرار السليم سياسياً. هؤلاء اللاجئون لم يثيروا مشاكل في ميونخ، بل كانوا مفيدين. وبينما تودع ألمانيا حقبة ميركل، تتذكر ميونخ قراراتها السياسية المهمة وأيضا قراراتها الاقتصادية التي ساهمت بقوة في جعل ألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا على مدى عقود. ولهذا تحتفظ المستشارة المنتهية ولايتها بالصدارة في استطلاعات الرأي، ولا يستطيع المتنافسون على خلافتها تحقيق نصيب ولو ضئيل من شعبيتها. ولهذا أيضا لا يتوقع أحد أن تفرز الانتخابات المقبلة حكومة أغلبية، بل ستكون هناك تحالفات وتكتلات بين أحزاب تتفق بينها على من سيخلف ميركل في منصب المستشار. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، ميونخ. اشتركوا في قناتنا على يوتيوب لمشاهدة أحدث الفيديوهات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس. سكاي نيوز عربية، شاهد شارك.